اهلا بيك في حلقه جديده مع اتعلم مع العسال. وفي الحلقه دي هنتعلم حركه جامده جدا جدا باستخدام 3 معادلات، معادله سم ومعادله اوفست ومعادله رو. والحركه دي هنستخدمها عشان خاطر ازاي ان احنا نجمع عدد سطور معينه. فلنفترض انك عايز تجمع بشكل اسبوعي او بشكل مثلا كل 3 ايام او 4 ايام او 5 ايام، والموضوع يبقى دايناميك او ديناميكي كمان بشكل قوي جدا. يلا بينا نتفرج على المعادله دي. بس قبل ما نتفرج عليها حابب اقول لك ان دلوقتي الكورسات بتاعتي تقدر تشترك فيها عن طريق الموقع بتاعي عسال.com، هتلاقي اللينك بتاعه في الديسكربشن. ويلا بينا دلوقتي نشوف المعادلات الثلاثه دول، هنضربهم في الخلاط مع بعض ونعمل خلطه جهنمية. النمية. تعالى يا سيدي نبص على البيانات بتاعتنا دي ونشوف الفكرة بتاعتنا عبارة عن ايه. دلوقتي انا عندي اهو يعني دوت كده يعتبر شيت بيخش فيه بشكل يومي الدخل اليومي والمصروف اليومي والصافي بتاعهم اللي هو حصل الطرح ما بين الاتنين دول. وهنفترض ان الاسبوع بتاعنا في الشهر دوت بدأ من أول يوم 1/10. هو أنا عندي الشهر الأول بعد كده اليوم، فما تتلخبطش يعني، هو شهر 10 يوم 1 والدنيا ماشية كده. ده الموضوع ده بيبقى مفيد بالنسبة للناس اللي بتشتغل بالشكل يومي ومحتاجين يعملوا الصافي بتاعها أسبوعي، يعني الموضوع ده بيبقى مفيد جدا. فبالتالي تعالى نشوف إزاي إن أنا عايز أجمع الموضوع بشكل أسبوعي، أو ممكن مش بشكل أسبوعي، ممكن بالشكل اللي أنت عايزه. يعني ممكن لو انت عايز تجمع مثلا 3 4 ايام في 4 ايام، او 3 سطور في 3 سطور، ايام سطور اللي انت شايفه اللي انت عايزه بالكيفية اللي انت نفسك فيها. عايز تقسم الشهر على جزئين، عايز تقسم الشهر على 4 اجزاء، كل دوت في ايديك. طيب فبالتالي المعادلة اللي احنا هنستخدمها دي، او هي مش معادلة واحدة، هي 3 معادلات في بعض، هيساعدونا في هذه القصة. اللي انا عايز اعمله ان انا عايز اجمع الاسبوع. فهفترض ان انا عندي الاسبوع بيبقى 7 ايام، فانا عايز بشكل ديناميكي اوتوماتيك اجمع اول 7 ايام، وراهم ال7 ايام التانيين، وبعد كده ال30، وهكذا فلحد ما الشهر بتاعي يكمل. فبالتالي اقعد ايه، يبقى انا كده عرفت كل اسبوع والاجمالي بتاعه هيبقى كام. عشان اعمل القصه دي يا سيدي، انا هستخدم اول حاجه معادله سم، هعمل جمع، لان ده الطبيعي اللي احنا لما تيجي تبص كده احنا اول حاجه عايزين نعملها ايه، ان احنا عايزين نجمع الارقام دي. طيب ماشي. طب لما نيجي نجمعها، احنا عايزين نجمعها زي ما قلت لك بناء على الموقع، يعني 7 سطور في 7 سطور. فطالما بنتكلم في بوزيشنز ومواقع وحاجات من هذا القبيل، فساعتها هنحتاج معادله بتتحرك معانا في المواقع بشكل سهل وبتشاورنا على المكان اللي احنا عايزه. فهستخدم معادله اوفست. معادله اوفست زي ما انت شايف بتديها مرجع، والمرجع ده بيكون عدد من السطور والاعمده من مرجع تاني. يعني هي بترجع لك مرجع تو ارينج، بتجيب لك مرجع لرينج انت عملته. الرينج دوت هو عبارة عن مجموعة من السطور والأعمدة من بيتحركوا من مرجع تاني. عشان ما تتلخبطش ما اقعدش احكي لك حكايات على الفاضي، تعالى ايه نشوفها ازاي تشتغل. انا كده كده عامل يعني عامل حلقة مخصوصة عن معادلة اوفست دي، لو عايز تبص عليها ابقى بص عليها. فدلوقتي معادلة اوفست هتقول لي المرجع اللي انا هتحرك منه فين. فهقول لها انت هتتحركي من المكان ده H5، او المكان دوت هو المكان ده اللي انت هتتحركي منه. وهثبت المرجع دوت بدولار ساين بF5، هثبته في الاتش، يعني هثبت المكان دوت. ليه؟ المكان ده مش عايزه يتغير، لان انا هاخد المعادله دي وانزل بيها على كل اسبوع، فانا عايز دايما البوزيشن بتاعي يبقى هنا. فدوت المرجع. طيب هيقول لي اتحرك كام سطر من المرجع دوت. طيب عشان اقول له يتحرك كام سطر من المرجع دوت، فانا لازم اديله رقم سطر. طب ازاي احول رقم السطر ان هو يبقى حاجه دي دايناميك؟ يعني انا ممكن ادي رقم السطر اكتبه بايدي، بس لو اديته كتبته بايدي المعادله مش هتبقى ديناميكيه. فازاي اخليها معادله تبقى ديناميكيه؟ فهجيب معادله تانية، هفتح قوس كده اول، هفتح قوس الاول وهجيب معادله اسمها رو. معادلة رو دي بترجع لك رقم السطر لمرجع، يعني بتقول لك مديها مرجع تجيب لك رقم السطر بتاعه. ولو ما اديتلهاش، يعني في حالة ان انت ما اديتلهاش المرجع، بص انا قفلت المعادلة، بص يعني كنت فاضي اديها ريفرنس انا هقفلها. في حالة ان انا قفلتها وما اديتلهاش مرجع، معادلة رو هتعمل ايه؟ معادلة رو هتديني ريفرنس، او هتديني السطر للخلايا اللي انا واقف فيها اللي هو هنا. وبالتالي في هذه الحالة لما تيجي تبص الخلايا اللي انا واقف فيها دي، اللي هي جي 5، دي جي 5 اللي انا واقف فيها، هي جي 5
5. فمعادلة رو ساعتها هتعد لي ادي 1 2 3 4 في السطر الخامس، فهتطلع لي رقم 5. يعني معادلة رو في هذه الحالة طالما ما خدت لهاش مرجع مكان معين تجيب لي هو في السطر الكام، هتديني السطر بتاع المعادلة او الخلية اللي المعادلة مكتوبة فيها. ففي الحالة دي هتديني كام؟ هتديني 5. طيب وانها هتديني 5، فانا هقول لها ايه؟ هتاخدي الخمسة دي بعد ما تطلعي الخمسة هتطرحيها من 5. هتقولي طب هو انا هطرحها من 5 ليه؟ هقول لك عشان خاطر انا عايز اعمل ستارتنج بوينت او نقطة بداية، ونقطة البداية بتاعتي هنا، فانا عايز دي تبقى 0 عشان هتبقى دي نقطة البداية بتاعتي من هذا المكان. فساعتها معادلة رو لما تطلع لي 5 ناقص 5 بصفر، لما تيجي تضرب الخمسة دي بقى في عدد السطور اللي انت عايز تمشيها. انت عايز تمشي عدد كام سطر؟ انا عايز امشي مثلا زي ما احنا قلنا 7، فاروح ضاربها في 7. فاول حاجة هتطلع لي هنا ايه؟ لما في اول الاسبوع الاولاني هضرب الرو اللي هو يطلع لي 5 ناقص 5 يديني 0، 0 في 7 في 0، 0 بأي يعني الصفر لما تضربه في اي حاجة بيديك 0، فهيديني 0 هنا، فانا كده جبت 0. طب لما تنزل على على السطر لما تاخد المعادله دي وتنزل على السطر اللي بعده، فساعتها الرو هتدي لك كام؟ هتدي لك 6. 6 ناقص 5 بكام؟ بواحد. فلما تضرب 1 في 7 يبقى انت كده جبت السطر السابع، فهتروح نازله من تتحرك من هنا هتجيب لك السطر السابع اللي هو ده. ليه؟ لان هي بادئه من 0، فصفر 1 2 3 4 5 6 7، فهتلاقي الستارتنج بوينت بتاعتك اتحركت، او الرو بتاعك هيتحرك من هنا بتاع اوفست. فاحنا كده بدأنا بصفر، وبعد كده مع كل حركة هنتحرك 7 سطور. 2 في 7 ليه؟ لأن برضو هنا في الأسبوع التاني هيبقى إيه؟ 1 في 7 ب7، فهيتحرك من أول السابع. لما تنزل على الأسبوع التالت هتدينا كام؟ هتبقى ساعتها دوت هيبقى في رقم السطر السابع، 7 ناقص 5 ب2. فلما تضرب 2 في 7 ب14 فهيبدأ لك من السطر الـ14 من هنا، فاهمني؟ فبالتالي بقى انت كده ايه؟ بتحرك المرجعيات بتاعتك او بتحرك الاماكن بتاعتك بهذه الكيفيه. فهو ده هدفه، ان انا اجيب لي رقم السطر لمعادله اوفست عشان اوفست تعرف هي هتمشي من الريفرنس، من المرجع كام سطر، هتمشي هتتحرك من المرجع اللي انا مختاره هنا، الريفرنس اللي مختاره هنا هتمشي كام سطر. فاول حاجه هتبقى 0، مش هتتحرك، هتفضل واقفه هنا. تاني اسبوع هتحرك من السابع، التالت هتحرك من 14، وهكذا. طيب بعد كده هتقول لي طب عدد بقى عدد السطور، بس قبل ما امشي من هنا لازم اقفل، لازم ايه؟ المفروض نقفل القوس دوت عشان خاطر نبقى رود درفت، عشان الطرح يتم الاول لازم الطرح يتم قبل الاسم. لو كنت ست ما حطيتش القوس دوت، القوسين دول هدفهم ان هو ان الرو تطرح من الخمسة قبل ما تضرب في السبعة. وبعد كده اروح اعمل فاصلة وانتقل لمعادلة كول، هيقول لي كولمز، هقول له عدد سطور اتحرك على السطور قد ايه. في هذه الحاله احنا مش هنتحرك سطور، احنا واقفين في نفس المكان دوت، قصدي اعمده، سوري اعمده، فمفيش حركه على الاعمده، فهفضل زي ما انا. بعد كده هيجي حاجه مهمه قوي، الهايت. الهايت دوت يعني من وانا واقف من هنا هاخد معايا مقاس قد ايه في السطور، ده الهايت. والويدث هاخد معايا مقاس قد ايه من الاعمده، يعني انا واقف هنا هاخد معايا قد ايه الرينج بالاخر، ده الرينج، ده المجموع. فهقول لها انت هتاخدي، انا كده اديت لها كولوم 0 الاول، الكولوم مش هنعمل حاجه فيه. بعد كده هديها الهايت اللي هو 7، اقول لها 7 ليه؟ انا عايز 7، هقف من 0 هنا واخد 7، ف1 2 3 4 5 6 7، فهي واخده هنا واخده 7 معاها من الحته دي. والويت ساعتها هتبقى 0، انا مش عايز اطلع في اعمده، انا عايز في السطر بس. فالويت ساعتها هيبقى 0، وممكن ما اكتبش مكانه حاجه، هو كده كده هيبقى 0، لان الهايت والويدز دول حاجات اوبشنال زي ما انت شايف المعادله متعلم عليها الاقواس دي، فمعنى كده ان هي اوبشنال. فبالتالي انا كده ايه؟ خلصت كده اللي انا المفروض اعمله، واقفل وادوس انتر. هيبقى فاضل بس فاضل قوس في الاخر بتاع معادله سم. انا كده قفلت القوس بتاع اللي هي معادله اوفست، المفروض بقى اقفل قوس السم. فاقفل قوس السم كده وادوس انتر، فراح مديني اتش ريف. فتعال نراجع، هل احنا في حاجه عملناها غلط ولا مفيش حاجه عملناها غلط؟ الويدز هنا المفروض ما يبقاش 0، الويدز هنا طالما انا اخترت، طالما في هايت فلان الويدز بتاعي يبقى 1، اقول له صد، اقول له عمود 1 لان انا اخترت هايت. كنت المفروض ان انا يعني طالما في هايت يا اما اكتبها زي ما هي فاضيه تبقى 1، لان كده ما ينفعش تبقى 0،
صفر دي يعني مفيش ولا عمود، فلازم على الاقل اقول له عمود واحد. فبالتالي كده ايه التانية اشتغلت اهو، فطلعت لك 19350. لما تيجي تعد كده تشوف واحد، ناخد 7 سطور، 7 سطور هو لحد يوم 7، هيطلع لك الجمعهم كام؟ 19350. طيب تعالى ناخد المعادلة وننزل بيها على بقية الأسطر. فعندك الأسبوع التاني 20500، تعالى الأسبوع التاني هيبدأ من هنا من يوم 8، فتعد 1 2 3 4 5 6 7 لحد يوم 14، 20500، فعلا 20500. واللي بعده 18503، مع انه لسه مش كامل، ف 18503. فبالتالي انت قدرت تجمع الايه الاسابيع بتاعتك. ممكن هتعمل اسبوع مثلا الرابع وده لسه ما طلعتش حاجه، وبعد كده تعمل هنا الاجمالي وتعمله بمعادله سام عادي جدا، وتروح جامع الكلام ده في الاخر بقى خالص، فيجي لك الاجمالي بتاعهم عامل ازاي. فبالتالي يا سيدي كده انت ايه قدرت انك تعرف كل اسبوع لوحده، وخلاص الدنيا كده بقت كل ما البيانات هتخش هنا هتسمع لك، والمعادله بقت ديناميكيه بتتحرك بالشكل والكيفيه اللي انت نفسك فيها. فاتمنى الموضوع يكون سهل وبسيط، انا عارف المشكله كلها العقبه في الحته دي تحديدا. بس عيد الفيديو تاني لو انت ما فهمتهاش، ويعني هتلاقي نفسك الموضوع ان شاء الله بسيط وهتعرف تفهمها يا سيدي بمنتهى السهوله. اتمنى الحلقه النهارده يا سيدي تكون عجبتك، وقدرت انك تستفيد منها بشكل كويس وتعرف تطبقها في شغلك وتساعدك في حاجات كتير. ما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب، ولو عايز تدعم القناه انزل تحت هتلاقي فيه باقات دعم كتير. واشوفك ان شاء الله على خير كل يوم سبت وثلاث الساعه 8 بتوقيت مصر مع اتعلم مع العسال. وسامحني على الاسبوع اللي فات انا ما كنتش موجود لاني كنت عيان للاسف، وكان عندي مرض شويه وكنتش قادر اعمل اي حاجه، فيعني الحمد لله دلوقتي بقت احسن. واشوفك ان شاء الله الاسبوع اللي جاي.